إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعي قناة دواجن أبو علي، حياكم الله جميعا. اليوم يلا الحمد لله تواجدوا بواحد المزرعة ديال واحد الصديق، غادي نحاول نعطيهم التلقيح ديال الجدري، يعني وقاية ماشي علاجا، وقاية. نتمنى إن شاء الله الفيديو هذا ولا الحلقة تنال الإعجاب ديالكم، وضروري أنكم تستافدوا منها، لاحقاش هذا وقت الجدري وضروري ولا بد الناس اللي باقي ما عمرهم ما داروا التلقيح ديال الجدري يديروه، هو لا بد، ولا راه غادي يعاني كما عانيت انا. انا راه بسبب المرض هو اللي خلاني ما نضربش لهم الفاكسان التلقيح، حتى تقريبا مات لي اكثر من النص اللي مات عدت التلقيح بسبب المرض كما قلت لكم. وكان شي اخوه قالوا لي لا ما خصكش ديرو، راه غادي يمرض وغادي يموت، عفوا الا درتي ليه الفاكسان التلقيح ديال الجدري هو مريض غادي يموت. انا لا، شفت العكس، درت ليه التلقيح ديالو واخا انه مريض، والحمد لله رب العالمين تقطع المرض. يعني واخا يكون القاطع ديالك لا قدر الله يعني مريض ولا فيه هذا المرض هذا، حاول ضروري انك دير التلقيح ديالو. بقاو معنا نشوفوا هادشي داك ان شاء الله. اول حاجه في التلقيح غادي نوجدوا بعدا الماء ديالو، نوجدوا ليه الماء ضروري بلاصه مهويه، لحقاش فاش تدب ليه التلقيح ديال الجدري راه تيتاثر بالحراره وتزيد ويزيد يمرضو، فغير دير ليه الجدري تخرجوا للتهويه. هذا عملية حنا وجدنا ليه الماء وجدنا ليه كلشي. بقاو معنا نشوفوا المراحل ديال التلقيح، عمليه التلقيح. بقاو معنا وتبارك الله عليكم، نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وتستافدوا جميعا. السلام عليكم ورحمه الله. Oh, yeah.